لو حابب تتفرج على ملخص اول حلقتين هتلاقيهم في اللينك اللي فوق ده. الواد ياسين بقى بعد ما امه طلعت على المايكب ونزلت البحر، فضل هو وفرح اخته في البيت لوحدهم، وهو قدر يعتني باخته ويهتم بيها وما سابهاش لحظه، وعمل لها اللبن عشان ياكلها وقعد يلعبها وبعد كده نيمها. وبصراحه الطفلين دول بيمثلوا احسن من نجوم كتير والله. وبالنسبه للبنوته العسوله فرح دي اكيد هي مش عارفه يعني ايه تمثيل، بس المجهود المبذول من صناع العمل هو اللي قدر يوصلها للدرجه دي، وده مش شيء سهل خالص انك تقدر تتحكم في انفعالات وحركات وكلام طفل في موقع تصوير. يمكن بالنسبه لاي ممثل كبير انت بتقول له اعمل كده او اقف هنا وبتخلص الحكايه على كده، انما طفل صغير مش مستوعب اصلا انت عايز منه ايه. انك تقدر تسيطر عليه، لا وكمان تطلعه باحسن شكل ممكن اللي يبين انه مش بيمثل خالص، فدي حاجه تستحق التحيه والشكر لكل صناع العمل. المهم يعني بعد ما حنان طلعت بالمايكب ما كانتش الدنيا سهله زي ما كانت متخيله، والواد عيد وحمدي دول ما وراهمش غير المشاكل. واول مشكله بدات لما الواد عيد مسك في خناق عم ربيع، وما كانوش عاملين اعتبار ان في ريسه في المايكب، بس هي قدرت انها تفض الخناقه اللي بينهم وقالت كل واحد على شغله وسابتهم ودخلت جوه. وبعد كده الواد حمدي اتياهم مع عيد انها شمال، بس عيد قال له دي دكر يا عم، دي لا حط ابيض ولا احمر. فحمدي قال له يا عم اسمع مني زي ما بقول لك كده، دي طالعه مع اربع رجاله البحر عشان اللي بقول لك عليه ده. فعيد قال له انا ماليش في الكلام بتاعك ده، انا كل اللي ليا انها ما تعملش عليا ريسه، وانا هثبت لك دلوقتي انها ما شافتش البحر غير في التلفزيون. وقام مطلع سكينه وقطع بيها الغزل اللي هو الشبك اللي بيصطادوا بيه، وطياهن هو وحمدي انها مش هتعرف تصلح الغزل. وعيد قال له شيب ويشم مني لشيب ويشم منك. فحمدي قال له ما انت عارف اني ماليش فيه. فعيد قال له خلاص 200 جنيه مني ل 200 جنيه منك. وقاموا ندهوا عليها عشان تيجي تصلح الغزل، وهي جات وقالت لهم طيب هصلحه انا، وانتوا ايه ما وراكوش شغل، كل واحد على شغله يلا، ولا هتقعدوا تتفرجوا عليا. وبعد نص ساعه قامت ندهت لهم وقالت لهم الغزل اتصلح اهو، الهمه بقى عشان عايزين نلحق نصطاد. وكسب حمدي يهان. ولما الليل ليل عليهم المكنه اتطفت، وقاموا يشوفوا في ايه، ما لقوش ولا نقطه جاز في المايكب. فعيد سالها انت جايبه كام بيميل جاز، قالت له جايبه صح. قال لها اللي هو كام الصح بتاعك ده، قالت له مالكش تسالني. لا ماليش اسال ازاي، ده بقى مش على راي المثل، ده احنا في المثل ذات نفسه كلنا في مايكب واحد. وعشان عم ربيع يطلعها من الورطه دي ضحك عليهم وقال لهم ماسوره الجاز بتصيب وانا هلحمها، وهي لا مكسوره ولا اي حاجه، وبكده تكون الليله باظت عليهم. بس هي قالت لهم لا احنا مش هنرجع غير لما نصطاد. فقام حمدي قال لها طيب انا عندي حل، وقام اتصل بمايكب تاني وقال لهم عايزين 10 برميل جاز. ولما جات المايكب التاني عم ربيع قال لها اوعي تظهري، ما ينفعش حد يعرف ان المايكب فيها واحده ست. وقال لها هو انت اول مره تطلعي على مايكب ولا ايه؟ هي قالت له لا وانت ما تسالش حاجه زي كده، انت اصلا على المايكب، وخلي بالك انا بس ما رضيتش اقطع بيزك. قال لها خلاص يا ستي الايذاء على الله. قالت له ماشي اول ما نرجع خد فلوسك واتكل على الله. وبعد ما المايكب التانية نقلت لهم الجاز اللي هم عايزينه، كانوا عايزين فلوس الجاز، بس حنان قالت لحمدي يقول لهم لما نرجع ونبيع السمك عشان معيش فلوس دلوقتي. فالمايكب التانية ما كانتش موافقة، والمرة دي عم ربيع برضه هو اللي نجاها من الموقف ده، وقال لصاحب المايكب التاني عندي دي انا ابو خالد. وعدت الدنيا على خير وكملوا في طريقهم عشان يصطادوا. صالح بقى اخو جوزها مش عايز يهدى وعايز يعرف حنان راحت فين، ما هو لازم يجيب المايكب يعني يجيبها، لان المايكب دي هي اللي بتصرف عليه وهي اللي هتجوزه، وما عندوش اي مصدر دخل تاني. وعشان كده قام مخلي واحد من رجالته قاعد على طول قدام بيت اخت حنان عشان لو اتحركت يجيبها ويعرف حنان فين، وكمان يروح المدياسه اللي كان فيها الواد ياسين عشان يعرف حنان نقلته لاني مدياسه. بس الموظفه قالت له محدش يقدر ينقل طفل يتيم الا الواصي عليه، وفي الحاله دي جده هو الواصي، يعني الواد ما اتنقلش من المدياسه. حنان بقى ورجاله اصطادوا وطلعت صيده حلوه وكبيره ومليانه جمبي وحاجات كتير حلوه، وحنان كانت مبسوطه قوي. واول حاجه عملتها قامت كلمت ياسين ابنها وفرحته وقالت له شوف عايزني اجيب لك ايه وانا جايه، وقعدت تكتب كل الحاجات اللي هو عايزها. وبتخلص على كده الحلقه الثالثه. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب ودعمني كومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو ما تنساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برده، بس تعمل كومنت عشان ابطل.
We'll be right back.